بالنسبة للرجل تعتبر البدلة التوكسيدو رمزاً للأناقة والقوة، وكانت ذروة الموضة الرجالية لأكثر من 150 عاماً. في جولة مختصرة سنخبرك كيف ومتى عرف العالم التوكسيدو. تم تصميم التوكسيدو في الأصل لتعزيز اللياقة الذكورية للرجال العسكريين في القرن 19. في شكلها الأولي كانت عبارة عن معاطف طويلة بشكل أساسي. بعد فترة تم قطع الجزء الأمامي ولم يتبقى سوى الجزء الخلفي الذي تم الإشارة إليه لاحقاً باسم ذيول. تم إجراء هذا التعديل على المعطف لتسهيل ركوب الخيل وسيلة النقل الأساسية للجنود في القرن 19. لم تستغرق الموضة الجديدة وقتاً طويلاً حتى وصلت إلى المدنيين وبيوت الأزياء. بعد ذلك طلب الثري الأمريكي بيير لوريار معطفاً دون الذيل الذي يعوقه في الجلوس والرقص، ومن هنا ظهر الشكل الحالي لبدلة التوكسيدو. ظهر الاسم نسبة إلى الأرستقراطيين الأمريكيين الذين كانوا يحضرون المباريات بالبدلة في توكسيدو بارك. بحلول أوائل القرن العشرين ازدادت شعبية التوكسيدو وتغيرت أنماطه بين طريقة الخياطة ولون ربطة العنق البيضاء والسوداء. لكن مؤخراً تبنى الشباب أنماط ربطة العنق السوداء التي ظهرت في الثلاثينيات والأربعينيات.